حياكم الله في فقرة المواقع والتي نخصصها لتناول أبرز ما جاء في مقال الكاتب مالك عثامنة المنشور في صحيفة الغد تحت عنوان إصلاح العملية الإصلاحية. وكتب العثامنة في مقاله: في الصالونات السياسية هناك حوارات ثرية لا معنى لها أمام برلمان أقر فعليا معظم المخرجات كقوانين ولا يزال مستمرا في عمله. يضيف أيضا الكاتب في هذا المقال: في الشارع واقع يائس ومختلف، مشغول بلقمة عيش صعبة لا يمكن ملاحقتها بحزب سياسي، غضب متشعب وكامن لا يمكن إطلاقه إلا إذا توحدت فصائله المختلفة والمتشتتة بفتيل واحد، والمشترك الوحيد بينها جميعا هو الفقر. أيضا تكلم وقال أن غالبية الحوارات تتحدث عن مشروع دولة بحياة سياسية حزبية وحكومية برلمانية سياسية، وقال: طيب فلنفكك هذه الحياة أو هذه العبارات ونعيد تركيبها على الوقائع وعلى الواقع بحد ذاته. وأيضا جاء في المقال أن الدولة فعليا لم تعد دولة ريعية، وأن عصر الإعالة ودولة الدولة الريعية قد انتهى، وعصر الامتيازات أيضا قد انتهى بالمفهوم التقليدي الذي اعتاد عليه الأردنيون، والدولة غير قادرة على الإعالة بالمفهوم التقليدي الذي اعتاده أيضا الأردنيون. وهذا يعني ببساطة أن القطاع الخاص يجب أن يكون مستعدا للنهوض وتعبئة فراغ الريعية بمفاهيم إنتاجية صحية ومتعافية. إذن للحديث مشاهدينا حول أبرز ما تضمنه المقال من أفكار ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي مالك العثامنة. أهلا بك سيد مالك، يعني لماذا تعتقد أن القطاع الخاص مغيب عن عملية النهوض والخروج من دائرة الرعية؟ صباح الخير، شكرا لك. حياك. الحقيقة نعم، هذا واقع ملموس ويلمسه الجميع. هناك مشكلة في تركيبة الإصلاح تغفل جوانب جذرية موجودة في الدولة الأردنية، منها تطوير وتعزيز القطاع الخاص. الأردنيون اعتادوا على الريعية، الدولة الريعية، الواحد بيتخرج أو بيخلص دراسته أو يذهب إلى سوق العمل متأملا ويحلم بالقطاع العام وظيفة القطاع العام. هذا كان على عقود طويلة من تاريخ الدولة الأردنية. حسنا، الخبر السيء الآن أن العالم تغير والأردن تغير مع هذا العالم. لن تعد هناك دولة ريعية، لن يعد هناك إمكانية لاستيعاب عمليات التوظيف الهائل. الدولة، المؤسسات الرسمية الأردنية لم تعد قادرة على احتواء واستيعاب مزيد من الموظفين، فأنت أمام بطالة هائلة في الشارع. طيب مين بده يتحملها؟ بده يتحملها قطاع خاص. احنا لم نؤسس لبنية حقيقية للقطاع الخاص. هذا كله يضع عملية الإصلاح الإداري ثم السياسي في الأردن أمام مأزق حقيقي. طيب يعني ما الذي تقصده بأننا لم نؤسس للقطاع الخاص ببنية حقيقية؟ كان دائما ولا يزال حتى اليوم نعاني من انسحابات وتأثيرات ذلك. دائما هناك تغول القطاع العام على كل شيء في الأردن، مما يجعل القطاع الخاص بالدرجة الثانية. دائما أتحدث عن شراكة بين القطاع، دائما هناك مشاريع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لكن هناك نوع من عدم التوازن في الفرص بين القطاع العام والقطاع الخاص. القطاع العام محكوم ببيروقراطية تضبطه، هذه البيروقراطية تغولت أيضا حتى على القطاع الخاص. القطاع الخاص شو هو بالضبط؟ القطاع الخاص مؤسسات الفردية والاستثمارات الأجنبية، أي شيء خارج القطاع العام لا تمول القضية العامة هو قطاع خاص. أنت أمام مثلا تشجيع استثمار، لكن تشجيع الاستثمار مثلا المستثمر المحلي أو العربي أو الأجنبي يواجه بيروقراطية هائلة تتغول عليه في الإجراءات البسيطة، المفاصل في التفاصيل. دائما هناك كارثة في التفاصيل الصغيرة التي لا ينتبه لها إليها. يعني بيئة طاردة للاستثمار؟ نعم، بيئة طاردة، لكن مش بالقوانين والتشريعات اللي بنطلعها لتشجيع الاستثمار، في التفاصيل الصغيرة، في التعليمات. أنت بإستطاعتك أن تضع أجمل قانون، أجمل تشريع،
منمق وجميل، تشجيع الاستثمار مليء بالكلام الجميل، مليء بالنصوص المذهلة، لكن أنت بالنهاية تتعثر كل العملية أمام موظف بيروقراطي مثلا، أو تعليمات يصدرها موظف مسؤول. هذا كله لابد من مراقبته. طيب يعني كيف يمكننا أن نصلح أو نصحح المسار سيدي؟ يعني نتكلم عن موظفين بيروقراطيين بصورة عامة في الدوائر الحكومية، هذا الموضوع تحديدا يعني موضوع شائك، موضوع متشعب نظرا لكثرته في سوق العمل. في الإصلاح الإداري للدولة الأردنية، الدولة الأردنية لا تعني فقط المؤسسات الرسمية، الدولة الأردنية هي نحن جميعا، يجب أن نغير حتى مفاهيمنا. الدولة الأردنية هي القطاع العام والقطاع الخاص، إذا استطعنا أن نصل إلى هذه المعادلة بالفهم والاستيعاب نحن على أول الطريق. أما حين نظل نفكر أن الدولة الأردنية هي السلطة، المؤسسات الرسمية أو السلطات الرسمية، هذا كلام يجعلنا نسير في خط متعرض وليس خط مستقيم. الإصلاح في الأردن في تحديات وصعوبات يجعله يواجه أزمة، هناك تحديات اقتصادية، تحديات سياسية، تحديات ثقافية، طبعا بالإضافة لعدم توفر الموارد الكافية. هذه ممكن خلق الموارد الكافية، أهم مورد عندنا هو الإنسان الذي يستطيع أن ينجح في الخارج لكنه بالآخر يخفق في داخل الأردن. نعم، لماذا برأيك؟ طبعا معروف اللي هي يعني مثلا عندنا نفس التحديات الاقتصادية، الديون العامة العالية، ضعف النمو الاقتصادي، تحديات سياسية اجتماعية وأمنية، تحديات ثقافية. هاي أهم ثقافة العيب. تتذكر يعني قبل سنوات كنا نتحدث عن ثقافة العيب، لماذا الأردني لا يتوجه للقطاع الخاص؟ هذا سبب بسيط، ما في ضمان استمرارية، الضمان الاجتماعي، مش ضمان اجتماعي كمؤسس، ضمان اجتماعي كمفهوم. الأردني يتجه إلى القطاع العام لسبب بسيط، حتى لو كان الراتب أقل هناك استمرارية لضمان اجتماعي، ولكن هناك فروقات شيء. يعني فروقات بالرواتب ما بين القطاع العام والخاص. القطاع الخاص أعلى. نعم. القطاع الخاص يعيش على حبل مشدود، فالأردني يفضل الراتب الأقل في القطاع العام بشكل عام على القطاع الخاص الذي قد يطرده بأي لحظة، والقطاع الخاص أيضا يطرده بأي لحظة لأنه هو أيضا يعيش في حالة توتر دائم. إذا لابد أن نصل إلى معادلة. يعني هذه سيد مالك يعني قد تكون مشكلة في تقييم الأمور وبحاجة إلى وعي أكثر فيما يتعلق بهذا الموضوع الوعي تحديدا. كل أنت لمست الكلمة الصحيحة، الوعي الجمعي، الوعي الاجتماعي في كل شيء في دولتنا الأردنية. لابد من إعادة تأهيل هذا الوعي لنفهم، لنعيد تعريف المفاهيم من جديد. وأعيد من جديد أيضا أن كلمة الدولة لا تعني المؤسسة الرسمية، أنت تعمل لدى الدولة بمعنى أنك تعمل لدى نفسك، الدولة هي كلنا جميعا. طيب ما الخطة الأمثل للخروج من هذه الدائرة المغلقة، وما المأمول وما هو المتوقع برأيك؟ طبعا تغيير التشريعات المستمر وتطويرها هذا حالة مهمة، لكن أيضا هناك حاجة ماسة إلى حوارات حقيقية وطنية بعيدة عن التزويق والتنميق قبل تغيير التشريعات، وهذه التشريعات يجب أن تكون ممهدة لتعليمات فيما بعد. يعني من نفهم في بيكون في وعي بعملية التشريع القانوني، ثم وضع الأسس واللوائح والتعليمات، وهذا كله يتطلب حوارا بين القطاع العام والخاص. إذا كنا نتحدث عن هذه الزاوية فقط في عملية الإصلاح، الإصلاح الإداري في الأردن لا يشمل القطاع العام فقط، الإصلاح الإداري في الأردن عملية تكاملية. خصوصا هذه نقطة مهمة قد يجدها البعض خارج السياق لكنها مهمة. نحن نعيش الآن في عالم متغير وفي إقليم على تماس مباشر معه نحن كأردن. هذا الإقليم يعيش حالة تكاملية لن نستطيع الدخول فيها وفي سياقات التكاملية الإقليمية إلا إذا استطعنا أن نتجاوز أزماتنا الداخلية بإصلاح شامل إداري وسياسي. الكاتب الصحفي مالك العثامني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.